ينضم معنا عبر الهاتف من جدة الطبيب والباحث في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي. مساء الخير دكتور. أبدأ معك دكتور، بداية كيف رأيت تعامل وزارة الصحة خلال الأيام الماضية مع كورونا في أخذ الإجراءات الوقائية وخاصة في المنافذ؟ دكتور تفضل. نعم، أهلا أخي الكريم، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. حقيقة هذا السؤال يجاوب عليها الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة في فيروس كورونا. نحن وصلت الأعداد لدينا 20 حالة معدية فقط، رغم الدول المحيطة لدينا تصل الأعداد لديها بالمئات. هذه حقيقة الأرقام المنخفضة ليست سوى امتداد لهذه الجهود التي عززتها الخبرات المتراكمة من المملكة العربية السعودية في تعاملها مع حالات وباء منتشرة بالماضي. في العقدين الأخيرين تحديدا لدينا مرض سارس، لدينا مرض إيبولا. هذه حقيقة رغم توافد ملايين من الحجاج المعتمرين سنويا لدينا في بقعة واحدة، لم يتم انتشار أي من أنواع هذه الأوبئة داخل المملكة. هذه حقيقة الخبرات نتج عنها حاليا خبرات لدى الكوادر لدينا، طواقم وزارة الصحة، التقنية الرقمية التي قامت ونهضت عليها مؤخرا وزارة الصحة عززت وساهمت في رفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مما ساهم في انخفاض حقيقة الأرقام المعلنة وهي ما يقارب 21 دولة. نعم. طب دكتور، يعني هناك من يتحدث أو ينشر إشاعات أنه في جدة في حالات مصابة، دكتور نود أن توضح للمشاهد. نعم، نحن بلا شك في عهد الشفافية وفي عهد تحمل المسؤولية والأخطاء، وإن كان هنالك حالة وجدت أو تم الاشتباه بها لا يوجد سبب ليتم إخفائها، بل سيتم مشاركتها والإعلان عنها، ليس فقط من باب الشفافية والنزاهة بقدر ما هو من باب الحرص واحتواء هذا الفيروس وهذا المرض. هذه الحالة لديها مخالطين، هؤلاء المخالطين لديهم معارف ولديهم احتكاكات مع العامة. هذه الآلية المتعامل عليها في الإفصاح عن هذه الأمراض هي ليست فقط من باب الشفافية والنزاهة، لا، هنالك آليات طبية ومتعارف عليها لاحتواء هذا المرض. فحقيقة لدينا السلطات الصحية بالمملكة تعمل على قدم وساق، ولا أخجل من قول نعمل كخلية نحل ليل نهار كي نحتوي هذا المرض، بالرغم من وجود كما ذكرت دول المحيطة لدينا. على سبيل المثال الكويت تقوم حكومتها بجهود مضنية تشكر عليها، ولكن عدم تعاون بعض الفئات من المواطنين لديها أدى إلى انتشار فيروس كورونا لديهم. فولله الحمد لدينا اصطفاف كامل خلف قيادتنا وسلطاتنا الصحية وثقة كاملة بها، مما ساعد وساهم كما ذكرت في احتواء هذا المرض الذي بإذن الله سنتجاوزه كما تجاوزنا عدد من الأوبئة الماضية، وهي هدية أنا أعتبرها كما هو كارثة صحية. فيروس كورونا هي هدية من المولى، لأنه أنزع الأقنعة من وجيه بعض الأذرع التي عانت منها المنطقة العربية وهي أذرع إيران. حقيقة هذا العمل هو عمل ينسب إلى خيانة الوطن عندما تذهب إلى دولة ولا تفصح بأنك أنت ذاهب إليها وتنشر هذا المرض إلى وطنك. هذا حقيقة ليس فقط افتقار إلى الوعي، بل هو افتقار إلى الولاء الذي ينتمي له الوطن، ينتمي له هذا الشخص. نعم، كلام من جدة الطبيب والباحث في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد على هذه المعلومات وهذا التفصيل.